أكثر الأشخاص الذين ينجذب إليهم الباروت. هيا لنبدأ. يفضل الباعوث فئات معينة من البشر حسب ما نقل عن مجلة فروندين الألمانية نقلا عن أخصائيين. وتتمثل هذه الفئات أولا في طوال القامة، فينجذب الباعوث للناس الذين يفرزون كمية أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون، والشخص الطويل القامة لديه رئتان أكبر حجما مقارنة بغيره، وبالتالي يستنشق ويفرز كمية أكبر من الهواء. ثانيا الحوامل، إذا كنت حاملا يا صديقتي العزيزة فيجب أن تتوقع المزيد من لدغات البعوض. يعود ذلك إلى أن الحامل تفرز كمية أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بغير الحامل، إذ أنها تتنفس عنها وعن جنينها. النوع الثالث هم ذوي فصيلة الدم O. أظهرت دراسة أن ذوي زمرة الدم O معرضون للدغات البعوض بمقدار ضعفين عن أصحاب A، بينما يقع أصحاب فصيلة الدم B في المنتصف تماماً بين حاملي الزمرتين السابقتين من حيث تعرضهم للدغات البعوض. أما النوع الآخر فهم الرياضيين، فممارسة الرياضة تؤدي إلى إنتاج الحمض اللبني الذي يفرز بالدرجة الأولى عن طريق العرق، والبعوض يحب حمض اللبن هنا، فهو يستهدف النشطاء بدنياً قبل الخاملين. النوع الآخر الألوان، وفقا للخبير جيمس داي من الولايات المتحدة فإن البعوض لا يميز ويشعر بالروائح فحسب، بل إن بإمكانه أيضا أن يرى، حيث أن ما يثير اهتمام البعوض الألوان الزاهية مثل الأحمر والأزرق، إلا أنه يفضل اللون الأسود. في النهاية أصدقائي الأعزاء، ما هي الصفات التي ذكرتها وتنطبق عليكم أيضا؟ أتمنى أن تعطوني آراءكم في التعليقات، والسلام.